الطلب ده توصله بسرعه 3 شارع الانوار. ايه 3 شارع الانوار؟ ما تعرفين انا عم عفيف من التوصيله دي ولا لا؟ ده تبع منطقتك يعني انت لازم توصله. ما المصيبه ان تبع منطقتي ونبع مع عفيف. عارفين انا من التوصيله دي احسن منك. احنا في العشر اواخر الواحد ما بيبقاش عايز يعني يخرج عن شعوره بقى، انت عارف الدنيا زحمه وكده يعني. ما علاقة العشر الأواخر بالتوصيل يا عم هذا؟ وأنت مال أهلك يا سيرس أنت؟ بقول لك يلا لو ما تظبطتش معايا شايف السيخ ده؟ معلش يا عم عفيفي كل ده أنا اليومين دول مش عايز أفضل من كده. لا يا ابني أنت حساس قوي وكلك شعور. أنت بتاخد رأي ولا إيه يا عفيفي؟ ما تودي أدي الطلب بدل ما أقطع عنك المرتب. ما تمنع عن المصروف أحسن يا عم مرتضى. أدم معلش وصله عشان خاطري. هوصل الطلب ده عشان خاطرك أنت. الواد ده رخم قوي عفيفي ولا انا بتهيألي؟ ادم دماغه ناشف حبتين بس هو جدع طيب وابن حلال. شافك يا ادم وحشتني. ما تشوفيش وحش يا اختي. ايه انا ما وحشتكش؟ مش قوي ده كلهم يعني حاجه وعشرين يوم اللي ما شفناش بعض فيه. اخسى عليك ده بدل ما تدخل تونسني في وحدتي. تقطيع يا بيت ده انا مربيك من ايام ما كان اسمك لبيبه، من ايام ما كنت ساكنه عندنا في الحاره قبل لولوس. خلاص بقى يا ادم ده كان زمان، ما تفكرنيش الله. انا دلوقتي لولوس، وبعدين انا مخنوقه اليومين دول. امتى الشهر يخلص بقى وارجع اشتغل تاني؟ ما تقلقيش يا اختي، كلها يومين والعيد يخش وترجعي تشتغلي تاني. خدي بالك. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تسحر معايا. بقول لك ايه؟ اتمسي وقولي يا مسا رمضان كريم في العيد. ما تفهمنيش غلط، ده انا نسحر احنا الثلاثه. ثلاثه؟ اه انا وانت والشيطان. بقول لك ايه يا لولوس؟ ايه؟ هات الطلب ده كده وخش اندهي عشان نمشي. مين ده اللي انده؟ الشيطان.